الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. ومن أبشع أنواع الظلم إخراج الإنسان من بيته، إخراج الإنسان من بلده، من وطنه، فهي جريمة كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسى في طبائع كل كائن حي، أرسى في نفسه الميل والركون إلى موطنه، سواء كان هذا الموطن كبيرا أم صغيرا، عاليا أو واطيا، فكل كائن حي يأوي إلى ركن، يأوي إلى مسكن، يأوي إلى محيط. الكائن الحي، كل كائن حي مرتبط بمحيطه، وإخراج الإنسان من محيطه كأنك أودعته إلى الهلاك، عرضت كيانه للخطر. كل كائن حي مرتبط ببيئة، ولذلك إخراج الإنسان من بيئته الطبيعية هو عدوان عظيم، يساوي تعريض حياته للخطر. ولذلك ربنا توعد من أقدم على هذه الجريمة، اعتبر إخراج الإنسان من أهله، من بيته، من موطنه جريمة، توعد الله مقترفها بأشد العقوبات، بالتنكيل، ووعد المعتدى عليهم الذين أخرجوا من ديارهم بأن الله ناصرهم ولو بعد حين، وأنه معيدهم إلى وطنهم ولو بعد حين. ولذلك ورد في الذكر الحكيم أيضا: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. وكأي، أي بمعنى هذه سنة متكررة وليست حدثا عابرا. كم من مدينة قبل أخرجت أهلها، ظلمتهم، أخرجتهم، فكانت عاقبتها الهلاك. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال ومن سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ومن سورة الإسراء: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي من وطنك، وإذا فعلوا هذه الجريمة لن يلبثون خلافك إلا قليلا. وثم ذكر سنة، أن هذه سنة، قانون، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. إنما ارتكبه الصهاينة منذ أكثر من نصف قرن، ولا يزالون يرتكبونه ضد الشعب الفلسطيني الذين أخرجوه من دياره، من وطنه، من حق، وأمام سمع العالم وبصره سكنت ديار الفلسطينيين، وحرثت أرضهم، وأقيمت
وأقيمت مخيمات لا تحمي من قر ولا تحمي من حر لهؤلاء المشردين، وأصبحوا بعد أن كانوا عزة في أوطانهم أصبحوا مشردين في العالم، بل لاحقتهم هجرات بعد هجرات. الذين يسكنون اليوم في غزة معظمهم مهاجرون، ليسوا سكان أصليين، هاجروا من تل أبيب، أو هاجروا من حيفا، أو من اللدة، أو من ناصرة، أو من أي من المدن الفلسطينية، ولكن القمع لاحقهم باستمرار. إذن كما لوحقوا في لبنان، مخيمات في لبنان لوحقت في تل الزعتر، ولوحقوا في دمشق، في دمشق مخيم اليرموك أيضا صعق، بحيث هذا الشعب تعرض لعملية طحن متوالية، طحن بعد طحن، وكلما هاجر من مكان إلا ولاحقه عدوان آخر في مكان آخر. ولأن عين الله سبحانه وتعالى لا تنام، وإن الظالمين توعدهم الله سبحانه وتعالى بالانتقام، فقد أودع الله سبحانه وتعالى في نفوس الأجيال أجيال من الفلسطينيين، ظلوا يقيمون حفلات، كل جيل يعطي مفاتيح البيوت للجيل لأولاده، عندما يحس بأنه سيغادر الحياة يعطي مفتاح بيته، سواء كان هذا البيت في حيفا أو في القدس أو في الناصرة، يعطيه لأولاده أمانة. ظل هذا الشعب يتوارث مفاتيحه ويتوارث القضية، فلم تمت هذه القضية، وكيف تموت والمظلمة واقعة في قلب الأمة، في مسرى نبينا عليه الصلاة والسلام، واقعة في قلب العالم. ولذلك لم يكن عجبا أن الظلمة يتكرر عدوانهم، لأن السارق ما دام يشعر بأن الذي سري بأن هذا الممتلك، هذا الذي امتلكه بالاغتصاب، أن صاحب الحق الأصلي ما زال على قيد الحياة وما زال يطالب بحقه، فإن هذا الظالم لا يرتاح ولا ينام، وإنما يحاول إعدام القضية من أصلها بإعدام أصحاب الحق الأصليين. فتعرض الفلسطينيون عبر 60 سنة الماضية إلى عمليات سحق متواصلة، حتى أنه اليوم بمعدل كل سنتين يقع في غزة هذا العدوان الثالث. في خلال 8 سنوات تعرضت غزة إلى 3 حملات كبرى لا تتحملها دولة عظمى، من جيش طالما قيل عنه أنه الجيش الذي لا يقهر، من جيش ينتمي لصنف الجيوش، جيوش ما بعد الحداثة، مو جيوش الحداثة وإنما ما بعد الحداثة. الجيش الإسرائيلي جيش إلكتروني، يعني يعتمد على أحدث وسائل التدمير. ولذلك العدوان في الحقيقة على الشعب الفلسطيني يلخص مظلمة دولية، يلخص نظام العالم، أننا نعيش في عالم يقوم على الظلم، يقوم على شريعة القوة وشريعة العدوان وليست على شريعة الحق، رغم أن البشرية توصلت إلى نظام الأمم المتحدة، وهو نظام في أصله قام على اعتبار أن البشر متساوون، وأنهم جميعا كما أعلن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنهم جميعا يشتركون في الكرامة، أن للبشر للإنسان كرامة بقطع النظر عن لونه وعرقه ودينه. ولا شك أننا نحن معشر المسلمين نسعد بهذا التطور للبشرية، أنها توصلت إلى منظومة إنسانية تجعل نداء القرآن يا أيها الناس له محل، له ترجمة. فنظام الأمم المتحدة هو بمعنى من المعاني ترجمة لهذا النداء الغريب عن الثقافة البشرية، لأن الثقافة البشرية السائدة في الديانات والسائدة في الإيديولوجيات كلها تتجه إلى قوم، إلى الروس أو إلى الفرنسيين أو إلى الصينيين، إلى بني إسرائيل، لكن هذا النداء الخالد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. البشر كرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقد كرمنا بني آدم، قلت البشرية تطورت من الناحية النظرية إلى الوصول إلى نظام الأمم المتحدة الذي كان للفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، كان له دور في فلسفة الأمم المتحدة من خلال في كتابه حول ميتافيزيقا حقوق الإنسان، ميتافيزيقا الأخلاق، أكد فيه أن كل إنسان يمثل في ذاته الإنسانية كلها، ولذلك الاعتداء على أي إنسان هو اعتداء في الحقيقة على ما يمثله، الاعتداء على الإنسانية كلها. ومن قتل، وهو ترجمة للآية الكريمة، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الفلسفة، فلسفة حقوق الإنسان، هي ترجمة في الحقيقة لمقاصد الإسلام، ولكن هذه المنظومة ظلت في الغالب منظومة فوقية، ظلت منظومة فوقية بعيدة عن التطبيق الواقعي، بعيدة عن الترجمة الواقعية. ولذلك ولد في نفس السنة في الحقيقة التي أعلن فيها عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سنة 48 ولد هذا الكيان المصطنع المجرم، وبإرادة من الأمم المتحدة ذاتها، هذه التي أعلنت عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وظلت الدول الكبرى المجتمعة في مجلس الأمن، وهو حكومة عالمية لا تقوم على مبدأ المساواة أيضا، وإنما تقوم على التمييز بين الدول القوية والدول الضعيفة. فالدول القوية أعطت لنفسها حق التقرير في شؤون العالم، ولذلك أعطي هذا الكيان الحماية من كل إدانة. ولذلك رأينا حوالي 10,000 فلسطيني يقتلون، يدمرون، منهم 4,000 طفل تجتث أحلامهم وأمانيهم، وتغتصب طفولتهم، وحوالي 20,000 من الجرحى، ومع ذلك نظام الأمم المتحدة لم يتحرك في الحقيقة، يعني لم تصدر إدانة من مجلس الأمن لهذه الجريمة. ولكن التطور البشري جعل الجرائم الآن تقع تحت الكاميرا، تحت المجهر، تحت الأضواء، ولذلك تمكن في الحقيقة قسم من الإعلام، وخاصة للإعلام الاجتماعي، إعلام الشباب، تمكن من أن يكشف البشرية عن قسم، أن تتكشف البشرية عن طرف من هذه الجرائم التي يرتكبها جيش المسمى جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي يسلح من طرف أقوى الدول الكبرى، ويحمى من طرف مجلس الأمن. الآن البشرية استيقظت، بدأت ضمائرها تستيقظ حتى داخل الدول الكبرى. رأينا وزراء في بريطانيا يستقيلون، رأينا رئيس حزب المعارضة في بريطانيا يحتج، رأينا بداية لاستيقاظ الضمير الإنساني، بداية لاستيقاظ الصحافة العالمية التي بدأت تضج بمستوى هذه الجرائم. ومع ذلك الدول العربية هي نفسها لم تكن بعيدة عن هذه الجريمة. قسم كبير من الدول العربية كان مشاركا، ليس بالصمت فقط، وإنما مشارك أيضا بالتواطؤ، بل بلغ الأمر حد الحديث عن تمويل لحرب الإبادة، تمويلها من طرف المال العربي. نحن نعيش زمن التحولات الكبرى، عندما تصل الجرائم هذا المستوى فذلك إذان بأنه كما أن شدة الظلام إذان بأن الفجر قريب.
هذه الجرائم التي تقع في قلب الأمة اليوم، هذه الجرائم إذن بأن مرحلة من الظلم، مرحلة من الجبروت بصدد أن تنتهي، ومرحلة من العدل ومن النور ومن الحرية تبدأ إن شاء الله، تبدأ مسيرتها في فلسطين المحتلة. في الحقيقة برهن الشعب الفلسطيني على أن الإيمان أقوى من السلاح، وأنه أقوى سلاح في الحقيقة سلاح الإيمان، الإيمان بالحرية، الإيمان بالعدل، بعدل القضية، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى ليس غافلا عما يعمل الظالمون، وأن الله ناصر المستضعفين. هذا الإيمان، هذه الإرادة التي تجسدت في حيز ضيق من الأمة، يعني مئات، بضعة مئات من الكيلومترات، 360 كيلومتر، هذه غزة صمدت في وجه أعتى قوة في الشرق الأوسط، بل رابع جيش في العالم، صمدت لمدة شهر كامل، وارتد الاغتصاب الإسرائيلي هذه الجحافل، ارتدت وهي تجرر أذيال الخيبة، وأمكن للشعب الفلسطيني هذا الضعيف المقهور، تمكن بقوة الله سبحانه وتعالى، بقوة عزيمته، أن يصمد ويمنع المعتدين أن يتقدموا شبرا واحدا في الأرض، في أرض غزة، وارتدوا عنها يجررون أذيال الخزي والعار أمام فضائح عالمية لهذا الجيش الذي كان يظن، هذا الجيش الذي قهر جملة من الجيوش العربية، الجيش المصري والسوري واللبناني والأردني في حرب التي كانت تسمى حرب الأيام الستة. ولكن الواضح بأن الكيان الصهيوني الذي طالما سلح من طرف القوى الدولية ليكون قوة ردع يردعون بها كل من تسول نفسه الخروج عن النظام الدولي، هذا الجيش منذ 67 لم يحقق انتصارا في الحقيقة، منذ 67 وهو من تدهور، من تراجع إلى تراجع آخر. صحيح أن الدول العربية لم تعد دولة واحدة في مشروعها التصدي لهذا الكيان الصهيوني، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض، ربنا الله أعلم حيث يجعل رسالته، عندما أودع كلف أمانة الحفاظ على فلسطين، عندما أودع الله سبحانه وتعالى زرع ذلك الشعب في فلسطين، يعلم أن هذا الشعب مؤهل لأن يحمي تلك الديار إذا وقفت الأمة بجانبه ودعمته بمختلف وسائل الدعم. المهم أننا اليوم إزاء عصر جديد في الحقيقة، الثورات العربية كلها منطلقها الثورة الفلسطينية، لأن الثورة الفلسطينية هي ثورة المستضعفين على المستكبرين، هي ثورة الضعفاء ضد الأقوياء، هي ثورة الشعوب ضد القوى المتحكمة والمتغطرسة. ولذلك ما يحدث في فلسطين رسالة تبعث الأمل في الحقيقة، ما حدث رسالة تبعث الأمل عند المستضعفين أنهم قادرون إذا نظموا أنفسهم تنظيما جيدا، إذا تسلحوا بالإيمان وبالعزم وبما أمكن لهم من وسائل، من الوسائل التي بين أيديهم، أنهم قادرون على أن يتصدوا لأعتى القوات المتغطرسة. في الحقيقة ما حدث في فلسطين يعطينا رسالة أنه لا يزال رغم تسلط الإعلام الدولي وتسلط الأساطيل وتسلط القوى المتجبرة، مع ذلك هناك ضمير إنساني، لا يزال هناك ضمير في الإنسانية بدأ يضج. أكثر من 40-50% من شباب العالم الآن يعتبرون أن الكيان الصهيوني هو كيان متغطرس، هو كيان متجبر، هو كيان ظالم. البشرية أخذت تستيقظ، بل حالة اليقظة بدأت تصل حتى إلى القمة، بدأنا نرى وزراء ورؤساء أحزاب في الغرب ينعتون ما يفعله الكيان الصهيوني بالخزي، هذا الخزي الذي بلغ حد تدمير مؤسسات الأمم المتحدة نفسها، مؤسسات الطفولة والإغاثة في
في غزة هي نفسها، بل سيارات الإسعاف استودفت من طرف هذا الكيان المجرم. عندما تصبح الجريمة واضحة أمام العالم ذلك إذن بسقوطها وذلك إذن بنهايتها إن شاء الله. ما يحصل في ما حصل في غزة هذه الأيام في الحقيقة هو من وجه آخر امتداد لثورة تونس. ثورة تونس أعطت للعرب كلها، كل العرب وللمستضعفين، أعطتهم أمل في أنهم قادرون على إذا كان الفلسطينيون يتمكنوا من الوقوف في وجه الجبروت الإسرائيلي فقد تمكنت الشعوب العربية انطلاقا من تونس من الوقوف في وجه الغطرسة المحلية الدكتاتورية المحلية التي أرعبت الشعوب بأجهزتها الأمنية. ولكن الدرس التونسي أن الثورة على الظلمة والطغاة وبالوسائل السلمية المتاحة أن ذلك ممكن، ولذلك تعرض ولذلك سرعان ما انتقل هذا النموذج إلى البلاد العربية الأخرى، وبسبب الخوف من أن هذا النموذج هذه السابقة تمتد إلى كل البلاد العربية باعتبار أن البلاد العربية كلها متشابهة في غياب الحرية وكرامة الإنسان والديمقراطية، وكل هذه الشعوب تتطلع مثل غيرها من الشعوب تتطلب إلى الديمقراطية وإلى الحرية وتتساءل لماذا نحن العرب فقط محرومون دون العالم كله محرومون من الحرية ومن الديمقراطية. طافت الديمقراطية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وبقي العالم العربي كأنه ثقب أسود. هذه الشرارة التي انطلقت من تونس أضاءت سماء العرب العالم العربي وأعطت للناس أمل وتعززت القضية الفلسطينية. الفلسطينيون أسعد الناس بكل شبر من أرض العرب يتحرر، بل كل شبر يتحرر في العالم يشعر الفلسطينيون بأن هذا دعم لهم وبأن هذا رصيد لهم، وبالتالي كان ابتهاجهم كبيرا بهذه الثورات. صحيح أن حركة ردة انطلقت السنة الماضية بهدف الإتيان على كل الربيع العربي، وأدخل الربيع العربي في أتون من الفتن كاد يأتي حتى على بلدنا هذا الحبيب، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم من خلال تغلب صوت العقل وصوت الحكمة في هذه البلاد، تغلب هذا الصوت وأمكن لزعماء البلاد أن يلتقوا في حوارات وطنية أثمرت والحمد لله دستورا عظيما، ووضعت قطار تونس الذي كان ملقى على جنب في الحقيقة بعد تعطل المجلس التأسيسي السنة الماضية، أقيم القطار مجددا على السكة واتجه بلدنا قدما إلى ساحة إلى مرفع الأمان رغم كل العوائق، قطاع الطرق، ومن قطاع الطرق الإرهاب هو بندقية مؤجرة في الحقيقة كما يقال، بندقية مؤجرة لصالح الكبار لصالح المتآمرين الكبار في العالم. هذه البندقية ستفشل أمام إرادة شعب. الإرهاب لا مكان له في الإسلام، الإرهاب لا علاقة له بالجهاد، الجهاد هو الذي يقوم في فلسطين، ما يقوم في فلسطين هو جهاد. البندقية هناك وحدها البندقية في فلسطين موجهة الاتجاه الصحيح، بينما البندقيات الأخرى في التي توجه إلى مواطنين مسلمين وإلى مؤسسات مسلمة إلى جيشنا وشرطتنا ومؤسسات دولتنا، هذه البندقية فاسدة، هذه البندقية محشوة بالجهل، هذه البندقية محشوة بالاستكبار وليس بالإيمان والعدل والإسلام، ولذلك ستفشل بإذن الله سبحانه وتعالى. ما يحصل في غزة في الحقيقة هو انتصار آخر لثورات الربيع العربي، كما الذي حصل في تركيا من نجاح الانتخابات هناك كان انتصارا آخر لربيع الحرية. نحن على يقين
من أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق العالم ليكون مسرحا للدعارة، ليكون مسرحا للظلم والفساد والتجبر والاستبداد والاستغلال، وإنما الله سبحانه وتعالى خلق العالم ليعرف به، ليكون مجلى لأسمائه الحسنى. ومن أسماء الله الحسنى الرحمة والعدل، ومن أسماء الله الحسنى العلم، ومن أسماء الله الحسنى أنه الواحد الأحد، وليس فليس هناك، فكل ما يضاد أسماء الله، كل ما يضاد العدل ويخرج إلى الظلم، كل ما يخرج من الرحمة إلى القسوة، وكل ما يخرج من الوحدة إلى التفرق، فليس ذلك من الإسلام في شيء. ولذلك ينبغي تصحيح مفاهيم الجهاد حتى توضع في موضعها، وحتى يقترن الإسلام بالرحمة، والإسلام بالعدل وبالديمقراطية وبحقوق النساء وحقوق الأقليات. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قلت من المفاهيم التي أسيء إليها أيما إساءة ونتجت عن ذلك مظالم شتى باسم الإسلام مفهوم الجهاد. ما يحدث هذه الأيام في العراق مشاهد مؤلمة حقيقة، إذ يقترن الجهاد في الإسلام بالاعتداء على الأقليات غير المسلمة، سواء كانت هذه الأقليات ذات أصول دينية مثل المسيحيين سماوية، أو ذات أصول إحيائية مثل فرقة أو مجموعة اليزيديين، فرقة دينية، فرقة وثنية، وهي فرقة مثل الفرق المسيحية في العراق وفي الشرق، هي فرق أصيلة كانت سابقة للإسلام، والإسلام احتضنها واحتواها حولها جزءا من حضارته الإسلامية. فالمسيحيون في لبنان وسوريا والعراق ومصر، هؤلاء جزء من الحضارة الإسلامية، فهنالك إسلام وهنالك إيمان، فهناك مسلمون بالحضارة والثقافة وليس مسلمين بالعقيدة والإيمان، فهم مسلمون بالثقافة. ولذلك هؤلاء كانوا جزءا من الدول الإسلامية، وكان منهم حتى الوزراء والكتاب، وهذا من عظمة الحضارة الإسلامية، حيث ما وجدت في أي بلد تعددا سياسيا، تعددا دينيا، وتعددا عرقيا ومذهبيا، فأدرك أن هناك حضارة، أن ذلك البلد يرث حضارة، لأنه معنى أساسي من معاني الحضارة الإيمان بالتعدد واحتواء التعدد والتعايش، توفير مناخ الحضارة، هي توفير مناخ يستوعب كل الحريات، يستوعب كل المذاهب والديانات، ومناخ يوفر لكل البشر التواقين للحرية، يوفر لهم مناخا للإبداع، أجواء فيبدعون ويتعايشون مع اختلافاتهم، فتصبح اختلافاتهم مثل اختلافات أنواع من الزهر المتنوعة مختلفة الألوان والروائح، وكلها في حديقة متسقة منسجمة. من ينظر إلى بيئة العراق يدرك أنها هنا بيئة عريقة في حضارتها، لأن العراق كان بمثابة متحف للديانات، هناك ديانات لا توجد خارج العراق أصلا، مثل اليزيديين هؤلاء وفرق مسيحية طردت من الكنائس الكبرى، طرد أهلها
ولم تجد ملجأ إلا في ظل حضارة الإسلام. ولا شك أن العراق يمثل أكبر حاضنة للحضارة الإسلامية. في العراق صنعت لغتنا، قواعد اللغة العربية في العراق صنعت في الكوفة والبصرة، كذلك مذاهبنا الإسلامية معظمها صيغة في العراق باعتبارها أكبر محضن للحضارة الإسلامية، عاشت هناك وازدهرت أكبر دولة في العالم لمدة زادت عن 5 قرون، الدولة العباسية، وكذلك موطن الدولة الأموية في دمشق. ولذلك لا عجب أن تجد في هذين الموطنين أكبر عدد من الديانات والمذاهب والأعراق. كونهم عاشوا حتى الآن قبل أن تدركهم داعش للأسف، كونهم عاشوا حتى الآن معنى ذلك أن أصحاب المذاهب الكبرى، علماء الإسلام الكبار، أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل وجعفر الصادق، العلماء الكبار الذين أسسوا للفقه الإسلامي في تلك المواطن، أنهم أفسحوا مكانا لتلك الديانات ولتلك الأعراق ولتلك المذاهب، أفسحوا لها مكانا حتى تحولت جزءا من البناء الإسلامي، جزءا من الحضارة الإسلامية. عندما جاء هؤلاء المتخلفون قالوا لا، فرضوا عليهم أن يخرجوا من بيئاتهم، من الموصل ومن غيرها، وفرضوا على قالوا لهم إما أن تدفعوا، إما أن تسلموا أو تهاجروا أو تدفعوا الجزية. ظن منهم أن هذا هو الشرع الإسلامي، وهم لم يدركوا التطورات التي حصلت في البيئة الإسلامية وفي التركيبة الاجتماعية والسياسية لهذه البلدان. الدولة الحديثة تقوم على الاشتراك في الأرض، تقوم على مبدأ المواطنة، أن الحقوق والواجبات تنطلق من الوجود في الأرض، كل الموجودين في الأرض نبتوا فيها، هؤلاء يمتلكون هذه الأرض ولهم فيها حقوق وواجبات متساوية بقطع النظر عن اختلاف العرق واختلاف الدين. هل هذا له مكان في الإسلام؟ نعم له مكان في الإسلام، والقرآن الكريم ذكر هذا. ولذلك الإسلام أعطى لليهود المدينة باعتبارهم شركاء في الأرض، أعطى لهم حقوقا متساوية مع المسلمين، لم يعطها للمسلمين الذين ظلوا في مكة لم يلتحقوا بأرض الدولة. ولذلك ورد من سورة الأنفال والذين آمنوا ولم يهاجروا، الذين آمنوا هؤلاء ضعفاء المسلمين في مكة لم يهاجروا، قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لستم مسؤولين عنهم حتى يلتحقوا بأرض الدولة. وإن استنصروكم في الدين إذا كانوا ما تعرضوا للاضطهاد، هل واجب عليكم حمايتهم حتى ولو أدى ذلك إلى حرب مع قريش التي ترتبطون بها معها بعهد؟ قال لا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، حيث عهود الدولة، مصالح الدولة لها الأسبقية على حماية المسلمين في أرض لم في بلاد أخرى لم يلتحقوا بأرض الدولة. وهذا معناه المواطنة، أن اليهود في المدينة أصبحوا مواطنين. ولذلك الدولة الإسلامية قامت على مبدأ المواطنة. الجزية عندها مكان في الفقه ولا ما عندهاش؟ عندها مكان، ولكن في ظل الظروف الاجتماعية الملائمة. الجزية مقابل ماذا؟ ليست ضريبة عقيدة، ليس غير المسلم يدفع ضريبة عقائدية، ضريبة مقابل بقاءه على دينه، لأن الإسلام ضمن مبدأ لا إكراه في الدين، هذا مبدأ ثابت. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لست عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر، وقولوا الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء، بحيث مبدأ حرية الاعتقاد هذا مبدأ من ثوابت الدين. هناك ما يزيد عن 150 آية في القرآن تؤكد هذا المعنى. ولذلك الشيخ الطاهر بن عاشور
قال عن وهو يفسر آية لا إكراه في الدين، قال هذه من أصول الدين، وكل ما كل نص يخالفها فهو إما غير ثابت أو مؤول، فينبغي أن تؤول كل النصوص في ضوء هذا الأصل، مبدأ لا إكراه، لا إكراه في الدين. إذن الجزية ما هي ضريبة عقيدة، مش كونه أنا حتى أبقى على مسيحيتي ينبغي أن أدفع ضريبة، لا، وإنما هي ضريبة مقابل الجهاد. الجهاد فريضة على المسلمين، غير المسلم لا يفرض عليه الجهاد، لا يفرض عليه الجهاد، لا، باعتبار أن الجهاد جزء من فرع من فروع الدين، فلا يفرض على غير المسلم. ولذلك غير المسلم، المسلم يدفع، المسلم عليه أن يدفع ضريبة الدم عندما تهاجم الدولة، يجب عليه، وغير المسلم مقابل ضريبة الدم يدفع الجزية، يدفع هذه الضريبة المالية. ولذلك فقهاء المسلمين في العصر مثل الشيخ عبد الكريم زيداني اللي هو عراقي، فقيه عراقي كبير، ومثل الشيخ القرضاوي وغيره من علماء العصر، اعتبروا أن نظام الدول المعاصرة التي تقوم على مبدأ المواطنة تجعل الخدمة العسكرية إجبارية على كل مواطن، كل مواطن مفروض عليه الخدمة العسكرية. عندنا نحن اللي ما يمشيش الخدمة العسكرية يدفع مالا بقطع النظر عن كونه مسلم وإلا غير مسلم، وبالتالي فهناك مبدأ المساواة بين المواطنين. غير المسلمين اليوم في البلاد اللي فيها أقليات يذهب إلى الجندية يقوم بالخدمة العسكرية، وبالتالي ما دام يقوم بالخدمة العسكرية فهو والآخرون سواء في دفع الضرائب. فنظام الضرائب هو نظام يتعلق بكل، ينطبق على كل المواطنين بالتساوي. إذن هذا الذي يبشر بهذه الصورة عن الإسلام التي تحاول هذه الجماعات تطبيقها في الحقيقة هي مشاريع لا تزيد عن كونها مشاريع حروب أهلية. هذه مشاريع مش وحدة وطنية. العراق المتعدد لا يمكن أن توحده داعش، لأنه عقلهم أضيق من أن يوحد مجتمعا في غاية التعدد، لأنه وريث لحضارة عريقة. هم أقل من أن يصنعوا مجتمعا موحدا ودولة موحدة وحضارة تليق بالعراق، وبالتالي فالتشدد في كل صوره هو مشروع حرب أهلية، وليس مشروع حضارة ولا بناء دولة ولا بناء ديمقراطية ولا شورى ولا فقه إسلامي، وإنما هي مشاريع حرب أهلية. فما ينبغي أن نترك أي شبهة في نفس أي مواطن في أي مسلم في أن خيرا سيأتي عن طريق هؤلاء. التشدد والغلو هو طريق الحرب الأهلية، طريق الدم والتقاتل الأهلي والدمار، وليس طريقا لبناء الدولة ولا بناء الحضارة ولا الوحدة الوطنية ولا الاقتصاد. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم وحد صفنا على الحنيفية البيضاء ليلها كنهارها، اللهم وحد صفنا على الوسطية السمحة، اللهم إنا نعوذ بك من الغلو، اللهم إنا نعوذ بك من التشدد، اللهم إنا نعوذ بك من تفرق الصف يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت عز جاهك وعظم كبرياؤك، ولا إله غيرك وتقدست أسماؤك. اللهم انتصر لإخواننا في فلسطين، اللهم زدهم ثباتا، اللهم وانصرهم نصرا عزيزا، اللهم وزلزل بهم ملوك الغزاة والطغاة والجبارين، واعلي بهم كلمة الحرية، كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا وبلاد المسلمين آمنا مطمئنا، قلعة للحق وللحرية وللدين يا رب العالمين. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا فتانا ولا مفتونا، لا
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.